اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله من جديد في حلقه جديده من برنامج ركن الاتش ار. نحن اليوم الحلقه 20 بالموسم الثالث من برنامج ركن الاتش ار، راح نحكي بمواضيع مهمه واللي هي القائمه شامل قاطره التحول لرؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030. راح نحكي سريعا شو هو مفهوم القائد الشامل، اهميته، امثله ونماذج سريعه، مقارنه بين القائد التقليدي والقائد الشامل، ليش نحن بنحتاج في المملكة العربية السعودية لقائدين شاملين أو الموسوعين الآن أكثر من أي وقت مضى، شو الرابط بينها وبين التحول الوطني ورؤية المملكة، والعديد من المحاور الأخرى مع زميلنا العزيز الدكتور محمد سرور، قضى 25 سنة في تطوير موارد ورأس المال البشري والقادة ومشرفي المبيعات والتسويق، حصل على العديد من الشهادات الأكاديمية مثل CBHRI وHRCI. أهلا وسهلا ومرحبا فيك دكتور محمد، حياكم الله، شرفت، شكرك على الاهتمام وقبول الدعوة، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك أخي صبحي والسادة المشاهدين، بنرحب بهم جميعا في هذه الأمسية اللي نتمنى إن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة للجميع بإذن الله. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. بداية خلينا نعرف دكتور محمد، اسمح لي، شو هو القائد الشامل؟ ليش سميته القائد الشامل؟ أنا حبيت للأمانة بداية تواصلنا مع بعض وكذا، أنت قلت لي الموضوع اللي عم أركز عليه هو القائد كذا، فكتير للأمانة الموضوع مهم وملفت، فشو هو القائد الشامل؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بنرحب بحضراتكم في هذه الأمسية وهذا البودكاست ركن الموارد البشرية اللقاء العشرين، وسعداء طبعا بأن احنا نكون ضيوف معكم، وزي ما الأخ صبحي يعني بيأكد إن إحنا لقاءنا إن شاء الله تفاعلي، فمن أول لحظة أنا شخصيا يعني منفتح على الأسئلة والنقاشات والحوارات، يعني بحكم عملنا في يعني عمل التدريب والتطوير بنحب هذا الشيء حتى يكون فيه تفاعل ونشاط. بداية يعني أنا طبعا مقيم في المملكة العربية السعودية تقريبا من 2001، فأنا تخرجت من الجامعة 2000، كنت هنا في المملكة العربية السعودية 2001، مقيم كلهم في الرياض طبعا، يعني شاهدت التغيرات والتطورات اللي بتحدث في المملكة العربية السعودية وخاصة مدينة الرياض اللي هي المدينة العاصمة، وعاصرت فعلا التغير والتطوير الحقيقي اللي صار في البلد، وبصراحة أنا كنت من المحظوظين بهذا الشيء يعني. ومع هذا التغير والتطور يعني برز الحاجة فعلا إلى القادة الشاملين، خاصة مع رؤية 2030 اللي انطاقت في 2016 بقيادة سمو ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظه ويطول بعمره، وطبعا يعني كانت هذه الرؤية هي بمثابة يعني المحرك الأساسي لكل عملية التطور والتغيير اللي بيظهر في المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات الآن. لذلك هذا التطور وهذا التحول وهذا التغيير يتطلب ويستلزم قادة من نوع خاص، قادة قادرين على قيادة قاطرة التحول الوطني اللي هو أحد برامج رؤية 2030، برنامج التحول الوطني الذي انطلق مع انطلاق الرؤية، اللي الهدف منه طبعا أن احنا ننوع الاقتصاد، وأن يعني أن المملكة العربية السعودية يكون عندها أيضا اقتصاد خاص بالصناعة بالزراعة بالتجارة بالسياحة بالرياضة، وألا نعتمد فقط على الاقتصاد النفطي. وهذا التحول وهذا التغير يتطلب ويستلزم منا قادة شاملين يكونوا فعلا مدركين تلك التحديات في التحول الوطني وما يستلزمه من مهارات وأدوات وتقنيات، وهذا لن يتأتى بالأسلوب التقليدي القديم للقيادة كما اعتدنا عليه سابقا. فبالتالي دعت الحاجة أن يكون هذا القائد الملم داخليا بالعوامل المؤثرة داخل البيئة وداخل المنظمة، وأيضا العوامل الخارجية المؤثرة اللي هي تتمثل في الوطن أو في منطقة الخليج بل العالم بأثره، لأننا كما نعلم أن العالم أصبح كما لو كان قرية واحدة، وبالتالي نحن في حاجة
إلى القادة المدركون بيئتهم الداخلية وعوامل النجاح وعوامل القوة فيها، وأيضا مدركون تماما الفرص الخارجية التي إذا أدركوها يمكنهم اقتناصها والاستفادة منها ودفع عجلة النمو إلى الأمام بإذن الله عز وجل. جميل جميل. يعني دكتور محمد ما شاء الله عليك، يعني أعطيتنا مقدمة مهمة لطيفة، مشكور الله يجزيك خير. نحن دائما بتعرف يعني بنحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على التجارب الواقعية الكذا. أنت بتعرف حضرتك ما شاء الله 25 سنة وأنت عندك خبرة طويلة، وحاولت يعني كنت سابقا في المملكة خبرتنا من هذيك الوقت، فأنت حاضرت خلينا نقول التغير والتحول والكذا. فبالتالي هل يعني سابقا ما كان مطلوب خلينا نقول هذا القائد الشامل أو هذا الشخص، خلينا نعرفه بمن يعني بيعلمنا نحن في الموارد البشرية كيف نعرف القائد الشامل؟ يعني هل لازم يكون بيعرف كل شيء مثلا؟ يعني لانه لانه ما سكتك انه لما تقول قائد شامل ها انت بدك ثلاثة موظفين من موظف واحد. اولا طبعا فيما يختص بعمل إدارة الموارد البشرية ودوره كشريك استراتيجي الآن في قطاع الأعمال، يعني يستلزم فعلا ان مسؤولي الموارد البشرية خاصة يعني هي تعتبر بمثابة يعني روح المنظمة، فكل أقسام وإدارات المنظمة تسعى يعني منهم من يهتم بالإنتاج، منهم من يهتم بالمبيعات، منهم من يهتم بالتسويق، الغالبية يهتم بالعملاء، ولكن القسم أو الإدارة الوحيدة التي تهتم بالبشر داخل المنظمة هي إدارة الموارد البشرية. وبالتالي يعني حكم عمل إدارة الموارد البشرية فيستلزم طبيعة عملهم إن هم يحتكوا ويخدموا ويساعدوا ويدعموا أي كادر بشري موجود داخل المنظمة، يعني بيتعامل مع كل الإدارات وكل الأقسام مع مختلف مستوياتهم الوظيفية ومختلف طبيعة عملهم وتخصصاتهم ومهنهم. وبالتالي هذا القائد إذا لم يكن لديه يعني قاعدة من التفاهم بينه وبين كل الإدارات والأقسام، لديه لغة مشتركة، لديه لغة حوار واحدة، لديه اسلوب قادر على فهم واستيعاب كافة التخصصات الموجودة داخل المنظمة، يعني لما يجي يتواصل مثلا مع إدارة المبيعات بحكم عمله في إدارة الموارد البشرية فيطلب منه إدارة المبيعات، والله يا سعادة مسؤول إدارة الموارد البشرية نحن لدينا حاجة في تطوير مهارات البائعين الفنية مثلا على سبيل المثال، نريد أن يتعلم موظفي المبيعات لدينا عملية الأبسيلينج والكروسيلينج والكلوزينج للديل مثلا. فمسؤول الموارد البشرية لو هو مش فاهم هذه المفردات بالتالي هيسمع ويمشي ويعطيه ظهره ويرجع في الأخير يقدم برامج تدريبية تغطي مهارات على قدر فهمه واستيعابه، ويجد مسؤول الموارد البشرية أن إدارة التدريب تقوم بشيء والواقع يعني شيء آخر وليس هناك أثر للتدريب. فدعت الحاجة أن من يقوم بأعمال مشتركة مع كل الإدارات والأقسام أن يكون لديه الحد يعني اللي يمكنه من فهم لغة هذه الإدارات وهذه الأقسام حتى يستطيع أن يتعاطى معهم وأن يخدمهم بالشكل المناسب ليحقق إنتاجية وكفاءة للمنظمة. أما لو هو مش فاهم هذه المفردات وهذه المعطيات وهذه النماذج وهذه القوالب وهذه بعض الأمور الفنية، لو ما عندوش فكرة ولو فكرة أساسية لن يتمكن من خدمة هذه الإدارات وهذه الأقسام بالشكل الصحيح. صحيح صحيح، أظن جدا إذا ما لازم يعني يعرف كل، ولكن لازم يكون مطلع عنده فهم أساسي عنده أساسيات. طيب جميل جدا دكتور محمد، يعني هذا القائد الشامل أو الموسوعة هل هو فقط في المناصب القيادية بالمناسبة ولا هو صارت مطلوبة في أتوقع على كاف بكل الموظفين كل المناصب يعني سواء قيادي أو غير قيادي؟ لا صعب طبعاً، صعب طبعا أن احنا النادي كل الموظفين في كل المستويات وكل المناصب أن هم يعني يكون لديهم مهارات القائد الشامل. يعني زي ما ذكرت سابقا يعني في حضرتك قلت القائد الشامل، حضرتك مرات قلت القائد الموسوعي، وممكن نسمع أيضا اللي هو متعدد الإمكانات. فإيه فرق بين الثلاثة دول؟ برضو خلينا نفرق ما بينهم بشكل أكثر وضوحا ومثالا. يعني القائد الشامل هو الذي لديه نظرة شاملة للمنظمة ورؤية ثاقبة وقادر على استشراف المستقبل وقادر على توضيح الرؤية والتوجه وأيضا قادر على نشر ذلك الوعي بين كافة الأقسام والإدارات وينسق
بينهم حتى يتجهوا نحو تحقيق هذه الرؤية. فهذه هي النظرة الشمولية للقائد اللي هو الهوليستيك ليد، تمام؟ أما طبعا مثال على ذلك هو القائد الذي يدير منظمة وليكن في القطاع الحكومي، مدرك يعني زي ما بيقولوا كده يعني تحديات الأعمال الداخلية والخارجية، وعنده فطنة وذكاء الأعمال، قادر على التحليل، قادر على التلمس الاحتياجات، قادر على اكتشاف التحديات والتنافسية الجديدة أو التغير السلوكي اللي بيحدث في عملائه، ومن ثم يستطيع أن يتحرك بالمنظمة نحو التوجهات الجديدة التي تكون نتيجة تغيرات في توجهات العملاء أو دخول منافس جديد في السوق أو غيره. فهو دائما مطلع خارجيا وداخليا، وقادر على توجيه دفة سفينة المنظمة نحو التوجهات الجديدة برشاقة ومرونة وبسرعة. هذا هو القائد الشامل. أما القائد الموسوعي اللي نقدر نقول عليه اللي هو يعني جاي من كلمة انسيكلوبيديا ليدر، اللي هو القائد الموسوعي، يعني قائد يعني زي مدير مشروع مثلا في مجال الاي تي الانفورميشن تكنولوجي. هو في الأساس بروجرامر، وبعد كده ترقى وطور نفسه مهاراته حتى أصبح لديه يعني علاقة قوية أيضا بتحليل البيانات، فاهم جدا في عملية الديتا أناليسز، فاهم أيضا في الديتا سيكوريتي، فاهم أيضا في الديتا إنسايت. فبالتالي لما يمسك إدارة مشروع تقني بيكون فعلا لديه كم هائل من المعلومات المرتبطة بتلك المشروع التقني، سواء في مجال تخصصه أو مجالات فرعية قريبة من مجال تخصصه، وبالتالي بيكون قادر على توجيه فريق العمل نحو تسليم المشروع على الموعد وعلى الميزانية وعلى الجودة التي اتفق عليها في مثلث نجاح المشروع من البداية. أما القائد متعدد الإمكانات والقدرات، هو القائد اللي عنده مهارات ومرونة تمكنه، زي مثلا واحد لديه خبرات كده وأصبح لديه شركة خاصة فيه، فهذه الخبرات السابقة اللي اكتسبها سواء في عمله الوظيفي أو المهني، لما فتح شركة خاصة فيه فأصبح رائد أعمال، لديه مرونة، لديه قدرة على يعني الانسجام والتكيف والمواجهة وأيضا التنافس. فبالتالي فهو قائد متعدد الإمكانات والقدرات والمهارات. فليس بشرط أن يكون كل من يعمل في المنظمة أن يتمتع بمهارات القائد الشامل، على الأقل تلك المستويات الإدارية العليا، وبالكثير المستويات يعني مستوى قيادات الصف الثاني. يعني خلينا نقول إحنا بنتكلم في مستوى السوسوت يعني ليدرز يعني. جميل. إنما جميل. كل الموظفين إنهم يكونوا شاملين، هذا بيكون طبعا يعني شيء صعب، لأن طبعا الموظف عليه أن ينتج، عليه أن يكون عالي الإنتاجية، والشيء اللي حيوصل الموظف إنه يكون عالي الإنتاجية إنه فعلا يكون متخصص في مجال واحد ومتمكن فيه حتى يصل إلى يعني يكون ديبر أعمق فيه. بينما القائد هو في الأساس تمكن وكان عميق في مجال أو مجالين، ثم بعد كده يعني متطلبات منصبه القيادي والإداري يعني تتطلب منه وتستلزم عليه أن يكون محيط وملم بجميع الجوانب الأخرى والأقسام والإدارات الأخرى في المنظمة. فليس الكل من الموظفين عليهم أن يكونوا شاملين، ولكن مستوى القيادات العليا إن لم يكن مستوى الصف الثاني من القيادات هم الذين ينبغوا أن يتمتعوا بمهارات القيادة الشاملة. جميل. شكرا دكتور محمد. يعني على التوضيح أنا تقصدت، لأنه دائما نحن في موارد نعاني من الشركات التي تطلب الموظف الشامل الموسوعي اللي أنت وصفته بكل التفاصيل. صعب جدا هذا يعني السوبرمان. السوبرمان، ايوه تمام. لا نحن ننوه انه في بعض الوظائف فعلا هي تحتاج هذا الشخص، وهي يمكن الوظائف الرئيسيه ممكن لبعض القيادات، هذا الامر طيب. جميل جدا دكتور، مشكور الدكتور ثائر طبعا عم يعملنا مداخلات اكيد في شح في الكفاءات في العالم العربي. جميل، اكيد القائد يحتاج لتدريب وتاهيل، وهذا يمكن من النقاط اللي حنجي عليها باثناء اللقاء ان شاء الله باذن الله. طيب يعني يمكن عرفنا المقارنة بين القائد التقليدي والقائد الشامل، بس هل في يعني فروقات رئيسية بيناتهم من حيث خلينا نقول دكتور يمكن العقلية أو القدرات أو كذا؟ هل في فرق بين القائد التقليدي والقائد الشامل؟ بداية يعني فكرة القائد التقليدي هي مش القائد الشامل، هي مش فكرة جديدة ولا شيء.
يعني احنا تاريخنا ويعني بيبين ان كان مثلا عمر بن عبد العزيز اللي هو خامس الخلفاء الراشدين كان رجل دولة اول من الطراز الاول، يعني سياسي بارع يعني، واستحدث كثير من الأنظمة والدواوين والقوانين، بالإضافة إنه هو كان رجل يعني مشهور يعني بتميزه في اللغة العربية وتأليفه للشعر وعلوم دينية أخرى، ومنها أيضا علوم يعني طبيعية، وكذلك الحسن بن الهيثم والفارابي وفخر الدين الرازي وغيرهم من العلماء يعني الدولة الإسلامية اللي في يعني معروفين حتى الآن ويشار لهم بالبنان في كثير من العلوم، الخوارزمي وغيره. يعني لو أنا نريد يعني أن احنا ننسى أحد طبعا، وكلهم علماء أجلاء وفاضل وأفاضل، فكل دول كانوا قادة يعني يمارسون القيادة والإدارة، وأيضا لديهم يعني باع في علوم متعددة ومتنوعة وتخصصات مختلفة ومتعددة. فلذلك يعني القائد التقليدي يعني باختصار هو مركز على محور واحد وعلى هدف واحد يسعى إلى تحقيقه، مثلا تحقيق يعني الهدف من الإنتاج وليكن على الشهر ومن ثم على السنة، فتركيزه ومحور تركيزه مركز على هذا الشيء، وهذا الشيء لا بأس به، ولكن إذا ربما تركيزه على الإنتاج فقط يعني بدعوى أنه هو ينتج أكثر قد يغفل أهمية الجودة، وقد يكون الجودة من معايير تميز المؤسسي للمنظمة اللي ينتمي إليها الآن، وسعي أيضا لحث العمال والموظفين على الاهتمام بالإنتاج، فيكون جل تركيزه على جانب واحد ولا يحيط بالجوانب الأخرى مثل جانب التنافسية وتحسين تجربة العميل مثلا وخدمة العملاء المتميزة وتحسين تجربة يعني الموظف أيضا حتى تتحسن تجربة العميل. فبالتالي نحن نريد القادة الشاملين الذين يكون لديهم إدراك وحس عالي بالتنافسية الخارجية ومدى تأثيرها على سير العمل وجودة العمل وتوجه العمل والاهتمام والإتقان والتميز في العمل، حتى يكون لدينا فعلا التميز المطلوب، خاصة إن التنافسية أصبحت شرسة. نحن الآن في بيئات الأعمال التنافسية عالية وشرسة ومضطردة وسريعة، وقد يأتي براند صغير أو شركة صغيرة يعني تتميز في جزئية إحنا أغفلناها بعض الوقت، وإن كنا قادرين على تغطيتها وتمكننا منها يعني شيء بسيط وسهل، زي مثلا موضوع البيمنت جيت واي في الحلول المالية البنكية اللي هي يعني منافذ الدفع، يعني البنوك أغفلتها، فأتت شركات تقنية اللي بيسموها الفينتك يعني ووضعت حلول في عملية يعني الدفع الإلكتروني، وأيضا أتت بعدها شركات للتقسيط أيضا بشكل إلكتروني، وغطت على بنوك لديها أسيتس ولديها أصول ولديها فروع ولديها قوة ومان باور وتاريخ. وبالرغم من كده أتت تلك الستارت أب كامباني الشركات البسيطة غطت هذه الفجوة بتركيز عالي جدا، واستطاعت أن تأخذ ماركت شير من البنوك، وهذه الشركات لا تمتلك من المال ولا من المان باور ولا من الهيستوري زي البنوك اللي موجودة في السوق. فهنا الجزئية دي مهمة جدا، أن احنا نكون مدركين التغيرات التي تحدث في السوق نتيجة المنافسين أو نتيجة توجهات سلوك العملاء، ونكون دائما وأبدا قادرين على تغطية هذه الفجوات. جميل، جميل جدا، جميل جدا. طيب يعني اليوم يعني بالرؤية رؤية المملكة أعتقد معها وقت، يعني نحن في وقت، وهي يمكن صلى فترة لا أعتقد ليست بأقل من 5 سنوات، ففي وقت، فليش نحن مستعجلين وليش بدنا قادة شاملين؟ فخلص بنمشي على ما نحن عليه. ليش يعني ليش ربطت القائد الشامل مع رؤية المملكة وأنه هي ستحتاجه أكثر في هاي المرحلة؟ يعني يعني أكيد واقع لأن يا أخي صبحي، هي رؤية المملكة زي ما ذكرت هي المحرك فعلا لعملية التطوير والتغيير اللي صاير في المملكة العربية السعودية، والنتائج اللي حققتها الرؤية منذ بدايتها عام 2016 حتى الآن، احنا تقريبا يعني تقريبا 10 سنوات من السير بالرؤية، يعني بفضل الله عز وجل. يعني أنا وأنا جالس معكم قبل قليل اطلعت على تقرير يعني برنامج التحول الوطني للعام المنصرم 2023، يعني حاجة رائعة جدا، حاجة منقطعة النظير.
يعني تطور على المستوى التقني كبرنامج التحول الرقمي وأحد مستهدفات رؤية 2030، أيضا تطور على مستوى القطاع اللوجستي، تطور على مستوى الخدمات، تطور على مستوى حتى يعني المحاكم والقضايا. يعني الآن أنت تباشر قضيتك أونلاين عن بعد، أنت الآن كل المعاملات الحكومية يعني زي ما بيقولوا كده بالعامية بكبسة زر، يعني الباسبور تبعك، الهوية تبعك تصدرها وانت في بيتك. فهذا التطور وهذا التغير والنجاحات اللي احنا لمسناها والمجتمع لمسها والمقيم لمسها، هذا بيكون دافع وحافز ان احنا فعلا نقدم مزيد من النجاح، مزيد من البذل، مزيد من العطاء، مزيد من التميز. لذلك يعني حتى يعني من الصعب الوصول الى النجاح، ولكن الاصعب منه انك تحافظ على هذا النجاح. فدعت الحاجة الى وجود القادة الشاملين اللي قادرين على تحقيق مزيد من النتائج من برامج الرؤية وبرامج التحول الوطني وغيرها من برامج يعني التحول الرقمي وغيرها من برامج شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص وغيرها أيضا من برامج تنوع الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل. كل هذه البرامج وأنسنة يعني المدن بالمملكة العربية السعودية، كل هذه البرامج تحتاج فعلا إلى قادة لديهم تطلعات، لديهم إدراك، لديهم تحليل لواقعهم وأيضا للتحديات الخارجية المستقبلية. الآن حجم الشركات الاستثمارية، رأس المال الأجنبي اللي دخل في المملكة العربية السعودية بالمليارات بل بالبلايين، حجم الشركات الاستثمارية سواء الوطنية أو الاستثمارية الخالصة يعني أعداد يعني في 2023 فقط 180 شركة. فكل هذا التشجيع على الاستثمار، كل هذا التشجيع على تنوع مصادر الدخل يحتاج فعلا قادة شاملين مدركين لتحديات الحاضر ومتطلعين أيضا لنجاحات المستقبل وقادرين على استشراف المستقبل وقيادته وريادته وليس فقط التفاعل والتعاطي معه. جميل، جميل جدا، جميل. شكرا، شكرا دكتور. فعلا يعني الزميل الدكتور سائر عم يقول يعني لو سريعا نرجع نعرف شو هي السمات القائد الشامل. انت ذكرت لنا في بدايه اللقاء، ولكن اذا ردنا ان نعرف يعني اهم السمات اللي بتميزه عن القائد العادي، يمكن اتفقنا انه هو يكون عنده فهم ومعرفه في والمام في الامور اللي حيقدر يدير فيها. كان في مداخله لطيفه بالمناسبه كمان من زميلنا، خليني بس ارجع لها، انا بعاني يا شباب سامحوني من زملاء وزميلات من التولز تبعي اللي بتضيع التعليقات. انا كان في لينكد ان الزميل وليد كان عم يقول انه اليوم كمان يحتاج القائد بنفس الوقت هي مهارات قياديه قويه. القائد الخبير في مجاله قوي فنيا بيكون عنده قدره اكثر على كسب ثقه الفريق واتخاذ القرارات المستنده للمعرفه. فاليوم يعني يمكن اللي انت عم تقوله دكتور كمان ما بيتعارض مع هات، يعني انت عم تقول انه هو لازم يكون قوي تقنيا في مجاله وتخصصه لحتى يكسب ثقه الفريق، وايضا لازم يكون في عنده فهم والمام في المواضيع الجانبيه، صح؟ هيك اتفقنا على هذا الموضوع. خليني اعطيك تأصيل يا اخ صبحي بسيط جدا. في الان دراسه في طور التطوير والتنفيذ، وانا اطلعت عليها بحكم عملي في مجال تدريب القيادات والاستشاره، استشارات في مجال ايضا يعني بناء برامج تطويريه للقيادات في كثير من الجهات الحكوميه والخاصه. هذه الدراسه بتقول ان دعت الحاجه الى الانتقال من الموظف الخبير في مجال واحد اللي هو خبرته دي على شكل حرف الاي، عارف حرف الاي باللغه الانجليزيه عباره عن واحد، صح ولا لا؟ الواحد ده او الاي هو عباره عن خبير في مجال واحد عميق فيه، ديب، صح ولا لا؟ في هذا المجال. دعت الحاجه ان هذا الشخص حتى يكون قائد فعلا يستطيع ان هو يتعامل في مجال تخصصه اللي هو عميق فيه، وايضا مع المجالات الاخرى، ان هو يحط ايش خط فوق كده حتى يكون شكله حرف الايش التي، فيكون هو خبير في مجال وتخصص واحد ولديه قاعده عامه من المجالات والتخصصات الاخرى اللي عمله لازم يتقاطع معها، رضي ام ابي، يعني رضيت ام ابيت، انت عملك بيتقاطع مع ادارات واقسام وفانكشنز اخرى، صح ولا لا؟ فلا بد ان انت وان كنت خبير في مجالك على شكل حرف الاي، لا بد ان انت تكتسب شكل التي، يعني يكون لديك مهارات عامه واساسيه من المجالات والتخصصات الاخرى حتى تعرف ان تتعامل معهم وان تتعاطى معهم. يعني نفترض انت مثلا بروجرامر، فانت هتقعد مع الاي تي، مع تقعد مع الاتش ار تقول له انت بتعمل ايه في الاتش ار،
طيب انت طالب السيستم الجديد يكون عامل ازاي، ايه المعاملات اللي انت بتنفذها، ايه التحديات اللي بتواجهك، ثم بعد كده هيجلس مع إدارة المشتريات، ثم بعد كده نفس الشيء مع إدارة المبيعات. فهو لو ما عندوش الخبرة الأساسية اللي تمكنه لما يجلس مع كل إدارة من الإدارات والأقسام، مش هيعرف يطلع برنامج يعالج تحديات هذه الإدارات وهذه الأقسام. فدعت الحاجة أن يتحول من الآي شيبد إلى الإيش يا أخ صبحي؟ لتيشيبد. إلى التيشيبد. حلو جدا، ممتاز. ثم بعد كده قالوا طيب هل ينفع يكون التي دي نحط كمان واحد كده وواحد كده، يعني يكون ام، يصير ام، يصير ام، يكون هو subject matter expert in more than one speciality، في اكثر من تخصص، يعني تخصص في البرمجه عنده تخصص فيه، وعنده ايضا تخصصيه وعمق كبير جدا في اليوزر اكسبيرينس بحكم ان هو بيتعامل مع واجهات المستخدم وغيره، ايضا لا يمنع ان يكون برضو عنده تخصصيه عاليه جدا في موضوع تحليل البيانات، ايضا لا يمنع انه يكون عنده تخصصيه في موضوع البروسيس والديزاين للبروسيس والعمليات والاجراءات. الله الله الله، ده احنا كده هننتقل من الاي شيب الى التي شيب الى الام شيب، ووصلوا الان الى الكم شيب. يعني ايه الكم؟ اللي هو المشط. المشط يعني اكثر من تخصص. يعني الله يكون في عون القائد، حيقضيها تخصصات. فهذا هو التوجه الآن في قطاع الأعمال، هو تحدي طبعا، ولكن مش كل أحد حيقدر على هذا التحدي وحيستطيع فعلا أنه هو يصف أقدامه في هؤلاء القادة الشاملون. هي تحتاج إصرار وحب للتعلم باستمرار وسعي إلى البذل والعطاء في مجال النمو المعرفي والمهني. جميل جدا، جميل جدا، شكرا دكتور. بالفعل في مداخلة من الزميل إبراهيم عم يقول يمكن اليوم يعني التحديات القادة كتير معقدة، أهمها يمكن الصراعات الداخلية ومراكز القوى داخل المنظمة نفسها. فيعني أنت عم تسلط الضوء دكتور يمكن على المهارات والتخصص والقوة في المهارات، ولكن القائد عم يعاني من أمور معقدة يمكن أكثر، لأنه يمكن بيقول لك لو أنا بدي أتخصص وانشغل بنفسي سهلة، ولكن أنا عندي تحديات كبيرة جزء منها هي الصراعات الداخلية، مراكز القوى داخل المنظمة الواحدة. هذا الموضوع يعني إذا نتطرق له كيف نتعامل معه وكيف نعالجه. أنا سألت الزميل إبراهيم فكان عم يقول يعني هو بيعتقد أن الموضوع لسه مش بس فقط مهارة ذكاء عاطفي، وأنه لازم القائد يكون عنده مهارة ذكاء عاطفي والقيادة الموقفية، الحسم واتخاذ القرار وكذا، ولكن فعلا حقيقة أعتقد أحيانا حتى المهارات مش كافية بتبقى. فيعني من واقع خبرتك هذا الموضوع، نعم، في الذات كيف نتعامل معه، كيف يتعامل ودائما وأبدا. يعني احنا بنعرض دائما وأبدا يعني إطار للنجاح، إطار عمل متكامل للنجاح، إن أي نجاح أنت تريد أن تحققه هو عبارة عن 3 في 3. جميل. يعني إيه 3 في 3؟ يعني عندك 3 جوانب وعندك 3 مكونات للنجاح المهني. المكون الأول هو جانب النولج، المعرفة. المكون الثاني هو السكيلز، المهارات. المكون الثالث هو السلوكيات، الاتيتيود. فانت لازم تهتم بنفسك وبفريقك بهذه الـ3 مكونات حتى تحقق معادله النجاح اللي هي معروفه بـ PSA موديل. ارفع راسك انت سعودي. لان هي برضه من حسن الصدف ان هي كينجدم اوف سعودي اريبيا. ولكن لو انا قائد فريق مثلا، كقائد فريق وعايز أطور نفسي وأطور فريقي، هل أبدأ الأول بالمعرفة ولا المهارات ولا السلوكيات، ولا السلوكيات والمهارات والمعرفة، ولا ما هتفرق؟ يعني إيه الترتيب؟ إيه البريوريتي؟ إيه الترتيب تبعنا؟ طبعا إحنا عارفين يعني لو أنا عندي موظف لديه خبرات ولديه معارف ولديه أعلى الشهادات ولديه أعلى يعني تسليمات لمشاريع سابقة، وإذا لم يكن مقتنع بعمله، مؤمن فيه وشغوف فيه وحاب لي، زي ما ذكر كده سموري العهد في لقاء مع عبد الله المديفر التلفزيوني لما سأله يا سموري العهد على أي أساس تختار فريق العمل الذي يعمل بالقرب منك، فبماذا أجاب سموري العهد الله يحفظه؟ أجاب بكلمة واحدة بس وهي الباشون، الشغف. ما قالش الخبرات ولا المؤهلات ولا الشهادات ولا السن ولا قال إن يكون الإنسان هذا شغوف بعمله، محب ليه، وبالتالي يعني أي مشكلة أو أي معضلة هو حيتجاوزها. فلذلك إذا أراد القائد فعلا أن يصل إلى القائد الشامل، أول شيء هل أنت شغوف بعملك؟ هل أنت محب له؟ هل أنت مؤمن فيه؟ هل أنت مؤمن بدورك؟ تمام؟ هذا شيء مهم.
ثم نأتي إلى موضوع المهارات. هل أنت بتسعى فعلا إلى اكتساب المهارات التي فعلا مرتبطة بعملك ولاصقة بك وأيضا هتساعدك على النجاح، زي وضع الأهداف، ترتيب الأولويات، إدارة الوقت، التواصل الفعال، ولا أنت أصلا الناس إذا خاطبتك يعني لا ترى منك ردة فعل مناسبة، ما عندك مشاعر، ما عندك حتى تعبير بلغة جسدك، ولا عندك مثلا تفكير في حل المشكلة ولا تعاطف مع اللي أمامك؟ لا يعني معلش، نحتاج في قيادتنا إلى تلك المهارات زي الذكاء العاطفي، زي التواصل، زي القيادة الموقفية. مرات تكون حازم، مرات تكون موجه، مرات تكون مرشد، مرات تكون صبور وحليم متفوض بشكل كامل. لابد أن هذه المهارات يتحلى بها قادة اليوم. أيضا المعارف، هل أنت لك تطوير وإنتاج معرفي على مستوى عملك، على مستوى تخصصك، على مستوى قطاع الأعمال اللي أنت فيه؟ هل أنت مؤثر في بيئة العمل وأيضا في شركتك ونموذج وقدوة؟ فهذا هذه الثلاثة الأولى. طيب إيه الثلاثة الثانية بقى أخ صبحي؟ أول شيء أن أنت لازم تكون قادر على تطوير مهاراتك الشخصية، المهارات الشخصية، الجوانب الشخصية. ثاني شيء قيادتك لفريق العمل والتعامل مع من حولك. ثالث شيء المهارات التنظيمية، وده طبعا وفق لمنظمة تطوير المواهب العالمية الـ ATD Model. فمهم جدا حتى تكون قائد شامل ان انت ثلاثة في ثلاثة: السلوك، المهارات، المعرفة، ضرب نفسك، فريقك، منظمتك. كده هتصل الى القائد الشامل بإذن الله. جميل يعني توصيف لطيف ما شاء الله عليك، الله يجزيك خير. يعني طيب اليوم يعني المهارات الأساسية يمكن ذكرت جزء منها بشوي، هل في مهارات لابد أنها تكون موجودة عند القائد الشامل غير اللي موجودة عند القائد؟ يعني نحن نتفق نعرف المهارات اللي لازم تتوفر بالقائد، هل القائد الشامل بينطلب منه مهارات زيادة عن القائد ولا هي المهارات نفسها؟ أنا أشوف أن أهم المهارات التي ينبغي أن يتحلى بها قادة اليوم حتى يكونوا قادة شاملين، المهارة الأولى هي مهارة التعلم الذاتي، أن يكون فعلا عنده قدرة على التعلم الذاتي لازم، والتعلم المستمر، قادر على تعليم ذاته بذاته، وقادر أن تعليمه ما يوقف. في بعض الناس يعني يتحمس في البداية كده وبعد كده زي ما يقولوا أخوانا السعوديين يهون، يعني يوقف في نص الطريق. لا، أنت بدأت رحلة كملها لين الأخير حتى تصل إلى الطب، إلى القمة فيها، يعني حتى يراك الجميع. أما إنك تبدأ هنا وتبدأ هنا وبعدين ترجع وتبدأ هنا، هذا التشتت وهذا التغير غير مطلوب. ابدأ شيء وصل فيه للنهاية إلى القمة حتى تنتقل إلى ثمرة أخرى وأخرى 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 ومهارة أخرى وأخرى. هذه الإشكالية التي يواجهها كثير من القيادات الآن: الحماس، البداية، ثم التراجع أو التوقف وعدم الاستمرار. جميل. إذن يعني مشكورين الزملاء على المداخلات والإضافات اللي عم يقدمونا إياها بالتعليقات، مشكورين جميعا. يعني خلينا نقول يمكن التعلم الذاتي واستمرار التعلم وكذا، يعني يمكن حتى صارت الأمانة مطلوبة من كل موظف حتى مع التغييرات التكنولوجية اليوم، فما بالنا في القادة، فما بالنا باللي بده يقود الأفراد. فلازم يكون يمكن يحتاج تعلم ذاتي أكثر، يحتاج لوقت أكثر. أنا أرى أيضا أنه يعني من وجهة يعني احتكاكنا من خلال الشركات وكذا، أيضا للأمانة دكتور كمان موضوع فهم التكنولوجيا وكيف عم تأثر في العمليات ليأتمت جزء من وقته، ليحافظ على الأمور الروتينية، يخلص من الأمور الروتينية ويستفيد من هذا الوقت ويوصفه في أماكن تانية لحتى يطور من نفسه. لأنه دائما القادة بيقول لك مشغولون، القائد دائما مشغولين، دائما عنا ضغط، دائما ما عم نلحق، دائما كذا. فاليوم الذكاء الاصطناعي بالتحديد يؤتمت الكثير من المهام، يؤتمت الكثير من العمليات، لازم يفهموها، يتعلموها، يكتسبوها القادة، وعشان يوفروا هذا الوقت للأمور اللي لازم يكونوا فيها، وأهمها يمكن المتابعة والتطور والتعلم الذاتي اللي بتمثله، وأكيد الإشراف على الفريق وتطويره وتعليمه. واكيد لا ننسى يعني اهميه دمج الاي اي والذكاء الاصطناعي حتى للفريق. يعني القائد لا يكفي ان يطلع فقط لنفسه ويستخدم هو التكنولوجيا، لا بل لازم ينقلها لفريقه. يعني هذا الموضوع جدا كمان مهم. واكيد حضراتكم ذكرتوا مهارات التواصل والذكاء العاطفي، اكيد هذول اساسيات. طيب يعني هل في امثله ناجحه دكتور من الواقع خبرتك باحتكاكك عن
عن قائد شاملين، في قائد شاملين وقليل ما هم موسوعين. انت عرفت هذا، طب هل في، خلينا نقول من الواقع شفتهم كذا يعني، لا لا شو اسم بس يعني ممكن نوضح شو هو كذا، كيف وصل لهون يعني، كمان مشان ما نفكر الناس كانه يعني شيء وهم او مش موجود او صعب الوصول. قدوتنا في كل يعني مناحي القياده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا الكريم طبعا، هو كان يتمتع بانه قائد شامل. فتجده مثلا يعني كان يعني يقود مثلا المعارك بنفسه، يعني حتى الصحابه كانوا بيقولوا كده، كنا اذا حمي الوطيس واشتدت المعركه وارتفعت السيوف احتمينا برسول الله. فكان قائد سواء على المستوى الفني، سواء على المستوى العسكري، سواء على المستوى السياسي، المشاركة في الرأي وأمر مشورة بينهم. فتجدوا مثلا في يعني في غزوة الخندق لما سأل يعني وقال لهم يعني أرى أن نحن ندافع عن المدينة من داخلها، فإذا بسلمان الفارسي يقول يعني كنا إذا يعني حوصرنا خندقنا، فيقول له يعني إيه سلمان، فيشرح له سلمان فيأخذ برأيه ويكون فيها الخيرة. ايضا الصحابه والتابعين، ويعني وتاريخنا مليء بالامثله. وطبعا العصر الحالي طبعا سمو ولي العهد الله يحفظه ويطول بعمره وكثير من القيادات على الوطن العربي اللي نهضوا ببلادهم واصبحت في مصاف الدول المتقدمه. نيجي على مستوى مثلا الشركات، مثلا بيل جيتس يعني اللي هو يعني ادخل الابداع والابتكار، وايضا يعني اضاف يعني حتى استطاع فعلا بشركاته ابل او ايفون ان هي يعني تغزو العالم ويكون فعلا علامه مميزه. ايضا يعني ايلون ماسك يعني اللي فعلا يعني ما يحط يده الاستثماريه وافكاره وابداعاته في اي شركه او في اي مجال او في اي تخصص. يعني الان احنا سامعين ان هو حينزل روبوت جديد تكلفته لا تتجاوز $20,000 حتى يكون يخدم ويساعد الناس في الأعمال اليومية بشكل متاح للجميع، كأنك بتشتري سيارة يعني. فهؤلاء هم القادة الشاملون اللي فعلا استطاعوا ان هم يكون لهم رؤية مستقبلية، هم اللي يبنوها بنفسهم وكانوا شايفينها مدركينها بشكل جيد، وفعلا استطاعوا ان هم يوصلوها الى فرق العمل لديهم حتى يترجموا تلك الرؤية الى واقع ملموس محسوس بمنتجات تسهل حياة الإنسان، تعزز من جودة حياة الناس، تحقق فعلا نتائج ملموس على أرض الواقع. هذا شيء احنا وجدناه في تلك النماذج اللي احنا ذكرناها، وننتظر منهم الكثير والكثير من إبداعات وابتكارات في مجال قطاع الأعمال أو الإدارة والسياسة والقيادة. جميل جدا. يعني ما شاء الله عليك دكتور، يعني لخصت الامور. في سؤال من الزملاء بيقول يعني هل القياده بتمر بمرحله من الشيخوخه؟ يعني هل، ما بعرف شو القصد من الدكتور ثائر، هل يقصد القياده بمفهومها ولا قصده القائد نفسه انه ممكن يشيخ خلاص هذا القائد كبر؟ ما هو لو شيخ هيكون شيخ يعني. جميل. هل يعني هل هي فعلا القيادة تمر بمراحل يعني هنستفيد فيه برضه كمستشار كخبير؟ يعني ما هو طبيعي يا أخ صبحي، ليس بعد التمام إلا النقصان. الرسول نفسه يعني هل ظل رسول كده بيننا يعني، ولا نزلت سورة العصر أو عفوا سورة النصر؟ ولما نزلت سورة النصر يعني الصحابة كلهم فرحوا واستبشروا إلا أبو بكر بكى يعني. فطبيعي ما بعد التمام إلى النقصان، يعني شيء طبيعي. ولكن هل إحنا فعلا قادرون على تفعيل هؤلاء القادات بما لديهم من خبرات؟ إذا لم يكن على المستوى التنفيذي والإداري المباشر، على الأقل يكون على المستوى الاستشاري، على المستوى يعني كمجلس حكماء، كمجلس شورى، كمجلس استشاري أعلى. فالقيادة لابد أن هي يكون لها، وأيضا القائد لازم يورث، لازم يعني ينقل المعرفة وإذا لم يكن هو قائد حقيقي يعني هتنتهي يعني حقبته بانتهائه. أما القائد الحقيقي هو التي لا تنتهي حقبته ونجاحاته بانتهائه، لأنه هو استطاع قبل أن يخرج من المنظمة أو يتقاعد أو استطاع أن هو يعني يصنع ممن حوله قادة. فالقائد الشامل الحقيقي هو من يصنع ممن حوله قادة وليس أتباع، هذا هو القائد الحقيقي. فهذه هي القيادة. فالقائد لن يموت لأن بوجود يعني زي ما بيقولوا كده بذرته، وبوجود يعني من رباهم على القيادة لن يموت، هو مستمر
هو الرسول مات، الرسول مات جسدا، ولكن مبادئه يعني تأثيره دين، الدين اللي بذله ونشره موجود حتى الآن بفضل الله إلى قيام الساعة. فالقائد الحقيقي موجود بأثره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقائد الشامل هو من لن يموت، لن يموت، أنا لا أعتقد. هو جسدا سيموت، ولكن نجاحا وتأثيرا لن يموت القائد الشامل، إذا فعلا هو كان قائد حقيقي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جميل جدا. وحتى من يعني كلنا يمكن سمعنا هي القصة اللي هي في قائد مؤسسة تعرض لوعكة صحية واضطر يغادر الشركة ويبقى بالمشفى، وبقي فيها شهور غايب عن الوعي وكذا، والشركة مشيت مثل ما هي وكل أمورها تمام وكذا، وما في شيء تعثر. فبعد ما خلص وطلع قالوا له، يعني تفاجأوا الناس قالوا له يعني وجودك مثل عدمه، يعني أنت موجود ولا أنت مو موجود، الأمور ماشية. ما قال له ما هو القائد الناجح مش لازم الامور ترتبط فيه، يعني هو أسألني. وهذا مفتاح القياده، انه انت الامور حتى لو غبت راح تدخل بغيبوبه الزلمه، يبقى الامور ماشيه. فهو هذا يمكن اعظم ما ينجح، يعني يمكن انا بتوقع انه هي الفينال تبع اللي بيوصلها القائد، هو انه يسلم ما وراء من وراء لحتى يكملوا بنفس النهج، وما يصير في اي تعطيل، وما يكون في مركزيه اساسا. يعني لا يعني، وللامانه يعني شوي نحتاج لمعالجه هذا المفهوم تبع ربط الامور في المركزيه والقرار لعندي وكذا. لا خلاص، انت محتاج اتفقت انت والناس فاهمين الرؤيه مع بعض، فاهمين الاهداف، نترك الامور ونبلش نفوض بعد ما نمكن تدريجيا. عليه الصلاه والسلام. طيب، يتطلب بناخذ بعض المداخلات من الزملاء. الزميل سعود: فتره التحول في المملكه اظهرت العديد من القيادات الشامله والاستثنائيه، وسمو ولي العهد نموذج القائد الاستثنائي، حياكم الله. يتطلب تنفيذ التغييرات تحفيز الفريق ودعمه. القائد الفعال يمتلك القدرة على التأثير الإيجابي على الموظفين، مما يعزز روح الفريق ويزيد من مستوى الالتزام بالتغيير في مداخلات الزملاء. الشيخوخة مرحلية كمثل الشركات التي تنتقل من مرحلة الانتهاء إلى بداية جديدة، والاستثمار في التعليم والتدريب لتحسين مهارات فنية والإدارية. منتجات تنتهي وبتبدأ منتجات أخرى. ألا تتفق معي دكتور سرور؟ أهم معايير قياس نجاح القائد هي تجسيده للرؤية بصورة منظورة للإتباع في المقام الأول. يعني إنه هو يقدر، عم الزميل الحامد عم يقول إنه أهم معايير قياس نجاح القائد هي إنه يجسد الصورة اللي بده تنتقل للأتباع. فيمكن أعتقد تتفق مع الزميل. وإذا عندك إضافة هون دكتور يا ريت تخبرنا. هي الزملاء اللي عنده أي إضافة سؤال فيه يشاركنا ويطرح لنا إياه في التعليقات. تفضل دكتور. أول شيء نشكر الزملاء على المشاركات القيمة اللي أنا شخصيا مستفيد ومستمتع بها. بالنسبة للجزئية الأخيرة، فعلا ينبغي على القائد أن يعني يكون رول موديل، نموذج، قدوة يحتذى به، يعني يسد رؤية وأهداف الاستراتيجية للمنظمة بالأفعال وليس بالأقوال. جميل. يعني مهم جدا أن يكون القائد فعلا دائما وابدا بين الفريق، يعني يتلمس الفريق عندما يحتاجون اليه، او حتى قبل ان يحتاجون اليه فهو بينهم، لا يفتك عنهم ابدا. دائما وابدا يقوم بدور الموجه والمرشد، دائما وابدا يعني يفوض ويتابع ويلاحظ عن بعد وعن كثب، ويتدخل اذا تطلب الامر، يعني التدخل الفوري والحازم. فهذا هو القائد، يعني قائد دائما وابدا يعني قريب لسيق من البزنس، من العملاء، من الفريق. هو دائما وابدا مطلع على التغيرات اللي بتحصل في السوق، في البزنس وفي قطاع الاعمال. هل منافسين جدد دخل، لاعبون جدد موجودين، هل توجهات العملاء وتفضيلاتهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم تغيرت، انتقلت الى براند اخر، الى برودكت اخر، فبالتالي فعلا نعمل عمليه اغلاق للبرودكت هذا وانهاء له، ونبدا نتجه الى برودكت جديد او منتج جديد. فهذا هو اطلاعه على السوق، ايضا على السوق العالمي، يعني لان ما يحدث في كندا واوروبا وامريكا بكره بيكون عندنا او قبل بكره كمان، فبالتالي اصبح العالم قريه واحده. فاحنا يعني تطلع القائد خارجيا يعني بيكون بشكل لسيق ايضا يعني داخليا مع فريق العمل، يعني مهاراتهم، كفاءاتهم، تحدياتهم، الأنظمة اللي بتستخدم في العمل، المواد الخام، قطع الغيار، الأدوات، المهارات،
المهارات اللي ينبغي أن يعني يتحلى بها الفريق. أيضا هو لصيق الصلة بالعملاء، أو زي ما بيسموهم كده الستيك هولدرز اللي هم المعنيين. المعنيين بقى منهم العملاء، منهم المجتمع، منهم الدولة، منهم الجهات الرقابية والحكومية. كل هذه الجهات هو لصيق الصلة بهم، ودائما وأبدا يحضر المؤتمرات والمنتقيات والمؤتمرات العالمية حتى يطلع على التجارب والممارسات الواقعية التي يمكنه أن يحاكيها في عمله وفق لثقافة وعادات وتقاليد بلده. هذا هو القائد الشامل. قائد ليس يعني منغلق على نفسه، قائد ليس أيضا منسلخ ومسلم بعادات وتقاليد الشعوب الأخرى أن هي لابد أن هي تحاكى كما هي. لا، هو يأخذ منها ما ينفع وما يفيد، ويأخذ منها ما يحتاج إلى التعديل والتطوير، وبما يتواءم ويتوافق مع رؤية البلد واستراتيجية رؤية 2030، وأيضا رؤية واستراتيجية المنظمة وعادات وتقاليد المجتمع اللي أنت عايش فيه. هذا هو القائد الشامل، قائد ملم بكل الجوانب. جميل جدا، جميل جدا، ما شاء الله عليك يعني دكتور، فعلا لاحظت يعني نقاط جدا مهمة ورئيسية فعلا. يعني اليوم لا يعني يجب أن لا ننأى بنفسنا، ننعزل عن العالم الخارجي، نقول خلاص خلينا نركز في المكان اللي نحن فيه. مثل ما تفضلت اليوم الدنيا قرية صغيرة، كل شيء عم ينتقل بشكل سريع جدا، الأمور عم تتغير بشكل سريع جدا، أي تغيير أي حدث في مكان من الأقصى الغرب عم يأثر على أقصى الشرق في عالمنا. فبالتالي لازم هي الأمور نفهمها ونتعامل معها ونطلع عليها. جميل جدا، الله يجزيك خير. طب نحن ممكن إذا في أي مداخلة أو سؤال للزملاء ممكن نترك مجال 5 دقائق لحتى نأخذ الأسئلة. كان الزميل وليد كان عم يقول يحتاج قائد لتطوير رؤية استراتيجية تشمل التوجهات المستقبلية المتوقعة والتغييرات اللازمة لتحقيق الأهداف. يجب أن تكون هذه الرؤية ملهمة للموظفين، ما يساعد على توجيه الجهود نحو أهداف مشتركة. فيمكن هذا جزء ودور مهم ورئيسي من القيادة. ايضا نضيف ايضا يا اخ صبحي على كلام الاخ وليد، يعني ان القائد فعلا الحقيقي هو من يقود التغيير. وطبعا يعني قياده التغيير تتطلب منا ان انت فعلا تحلل البيئه الداخليه، ايضا تعرف الممكنات اللي موجوده في البيئه الداخليه، وايضا يعني الاشياء التي تحتاج الى الاضافه من انظمه، من استحداث سبل جديده، من اعاده هيكله، من تغير في الهيكل الوظيفي او اعاده هندسه العمليات والاجراءات. ثم بعد ذلك يعني تبني تحالف قوي يعني يحمل هذه الرؤية على أكتافه، ويحمل يعني هدف تبليغها وتحقيقها والتغير الجديد. مثلا نفترض زي مشروع التحول الرقمي اللي صار على كل القطاع الحكومي، يعني هذا مشروع كان الأول فيه مقاومة، كان فيه مقاومة ورفض من الموظفين خاصة القدامى اللي هم دائما وأبدا يقولوا الله لا يغير علينا، فإحنا نقول لهم إلا للأحسن والأفضل. عادي التغيير احنا بنرحب فيه اذا كان للاحسن والافضل. فقياده التغيير هتتصادم مع قيادات، هتتصادم مع خبرات، مع قامات داخل المنظمه، ويفشلوا مشروعك ويعني يرموا مشروعك يعني زي ما بيقولوا كده بالسهام القويه اللي ممكن تقتل مشروعك في بدايته. فاذا انت استسلمت، واذا انت يعني لم تقاوم ولم توضح ولم تتواصل ولم تدعم فريق العمل وتمكنهم من الأدوات اللي تساعدهم على السير بالمشروع هذا زي التحول الرقمي أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا توجه الآن في معظم الجهات الآن إن إحنا كيف إن إحنا نزيد كفاءة وفاعلية وإنتاجية الموظفين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. فهذا الآن توجه جديد سيرفضه عموم الموظفين اللي هو في الكومفورت زون في منطقة الراحة، ومش عايز بقى يبدأ ياخد دورات ويبدأ يتعلم شغلات جديدة. يعني إحنا أمورنا طيبة، ليه نقعد نتعلم شغلات جديدة؟ فهتجد مقاومة علينا الأمور، عيبنا ماشيين مثل ما نحن مرتاحين. وطبعا كل واحد بعضهم يعني يكون ليه مصلحة إنه أصلا مش محتاج يداوم، أو بيداوم يوم ويغيب 10، أو قريبه أو مش عارف إيه مظبطه في التقييم السنوي. فتجد إن الأمور يعني خلاص هو مش عايز يغير، هو كده مستأنس مبسوط في الكومفورت زون. فتغيير وتطوير معناها ان انا هبدأ من اول وجديد. يا ولد انا خلاص لي سنة او سنتين وتقاعد، خليها تمشي كده وخلاص. ففشل مشروع التغيير هذا، قاوم مشروع التغيير هذا،
يعني ارمي قادة التغيير دول بأنهم لهم مصالح خاصة، بأنهم بيدوروا على مجد شخصي لهم، وإن المشروع هذا لن يفيد المنظمة في شيء. فأنت أيها القائد الشامل كيف ستقود هذا التغيير وهؤلاء الرافضون بحنكة؟ وكيف أنك يعني زي ما بيقولوا إذا لم تستطع على الأقل أنك تمنع المقاومة فإنك تحيدها. يعني تحيد هذه المقاومة، ومن ثم بعد ما يكون معاك الأغلبية في الأخير بقى اللي حيتبقوا رافضين تقول لهم take it or leave it، يا معانا يا خلاص يا مع السلامة، بس أنت أصبحت أغلبية. إنما في المراحل الأولى في تنفيذ خطة التغيير والتطوير والتحديث اللي أنت تبنيتها أيها القائد، ينبغي أن تكون صبور، ينبغي أن تكون حليم حتى تستطيع أن أنت تحيد المقاومة هذه، ومن ثم بعد ذلك يمكنك أن تنفذ التغيير بشكل كامل وشامل. ولكن في البداية عليك أن تكون صبور. جميل جدا، جميل جدا. شكرا، شكرا دكتور محمد، الله يسلمك. يعني في عنا مداخل من الدكتور سائر عم يقول متى يكون القائد ملهم، يعني متى يكون ملهم؟ يا سلام، كلام كبير. طبعا عملية الإلهام هذه يعني زي ما بيقولوا كده، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. فحتى تكون ملهم، أنا قلت قبل كده، تكون أنت مؤمن وشغوف بدورك، مقتنع به، مؤمن فيه، فبالتالي جميل. حركاتك، سكناتك، كلماتك، عباراتك، تصرفاتك، الأشياء البسيطة اللي أنت هتعملها هتكون ملهمة لمن حولك. أما إذا لم تكن أوثنتك، يعني أوثنتك يعني اللي في قلبك على لسانك، يعني ما تبقاش عامل زي اللي ربنا قال فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لا، أنت هتقول وحتفعل ما أنت مؤمن فيه، ما أنت مقتنع فيه، ما أنت متشربه، ما أنت عايش فيه للنهار، حلمك، طموحك، شغفك. فبالتالي حركاتك، سكناتك البسيطة هتكون إلهام لمن حولك. أما إذا أنت كنت مدعي، يعني ما أنتش أصلي، أنت مدعي، أنت يعني زي ما بيقولوا بوجهين، تقول شيء وتفعل ضده أو عكسه، والله مهما قلت ليل ونهار ما حدش هيقتنع بكلامك، ولن تكون ملهم لأحد. فالإلهام كان زمان الناس بتفتكره زي كده هتلر، بالرغم من قصر قامته إلا كانوا بيصوروه من تحت كده عشان يبان طويل أمام الناس وعظيم، ولكنه كان عنده طبعا حنجرة وعنده يعني تعبير وعنده بيان. فكان الإلهام زمان الناس بتقول عليه اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده توكاتيف، أو بيقولوا عليه يعني سبيكر، أو بيقولوا عليه كينوت أو متحدث لبق. لا، الإلهام الآن قد لا يكون القائد متحدث لبق، وقد لا يكون القائد يعني كاريزماتيك، ولكن كاريزماتيك بإيمانه وصدقه، وأيضا يعني مخرجاته ونتائجه الملموسة على أرض الواقع اللي بيرفل في نعيمها فريق العمل، وبيشعروا فعلا ان وجود هذا القائد هو حائط صد ليهم، وايضا يعني زي ما بيقولوا صمام امال ليهم وقاطره للنجاح والتطور. جميل، جميل. شكرا، شكرا دكتور. انا حابب ناخذ السؤال هذا الاخير نختم فيه ان شاء الله، وهو فعلا سؤال مهم. زميلنا خالد عم يقول كيف اكون قائد شامل في الهياكل التنظيميه الصارمه والبيروقراطيه المقيده التي تحصر الصلاحيات وتقيد تنفيذ الخطط والحلول وتحد من ثقافة القيادة؟ يعني الأمر خطير، خطير. قلت السؤال يا خالد. الله يعطيك العافية. طبعا معروف أن الصلاحيات تقتنص ولا تمنح، الصلاحيات تقتنص ولا تمنح. يعني كثير من المناصب لها صلاحيات ولها مهام ولها مسؤوليات، ومغيب عنها صاحب الصلاحية وصاحب المسؤولية. فأول شيء أنت تطلع على الوصف الوظيفي الأول. إذا كان واقعك فعلا صلاحياتك التي أنت متمكن منها موجودة في الواقع، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، فأنت مش محتاج تقتنص حاجة، أنت كده أتتك على طبق من ذهب. أما إذا وجدت وصفك الوظيفي في كثير من الصلاحيات والمهام والمسؤوليات مسلوبة منك، يبقى عليك أن إيش؟ تقتنص وتستعيد هذه الإيش؟ الصلاحيات. كيف تقتنص وتستعيد هذه الصلاحيات؟ أول حاجة عليك أن تسعى إلى تأهيل نفسك قبل أن تتولد منصب قيادي.
الأول يا أخي خالد عليك أن تتعلم أن تكون قائد حتى ولو لم تكن صاحب منصب. حتى جميل. إذا أتاك منصب خلاص أنت ما فيش حاجة هتتغير عليك. واحد أسلوبك واحد، أنت راجل أوثنتك، يعني راجل متصالح مع نفسك، راجل فعلا مقتنع بدورك، وبالتالي المنصب ما غيركش، أنت أصلا قائد منذ دخولك المنشأة حتى ولو كنت أقل واحد في المنشأة، فأنت قائد بتصرفاتك بسلوكياتك بحسك العالي للمسؤولية، بحسك العالي بالملكية، أنت تعمل داخل أروقة المنظمة كأنك تعمل في حلالك في ملكك. فبالتالي هذا التصرف وهذا السلوك وهذا النهج اللي أنت هتبدأ فيه في المنظمة، والله لو كانت منظمتك هيكلها التنظيمي بيروقراطي وصارم، والله لن يقف أمامك أحد، لأن أنت بفضل الله بنتائجك وسلوكياتك وسمعتك والبيرسونال براند. ده نقطة مهمة برضو يا أخ صبحي، هل صحيح. أنت فعلا تحرص على بناء بيرسونال براند خاص فيك داخل الشركة، يعني علامة مميزة، يعني اسم كده إذا ذكرت الجودة يذكر اسم خالد، إذا ذكر التميز يعني يذكر خالد، يقولوا هذا التقرير في روح خالد، في بصمة خالد، هذا المشروع وتسليمه بمعايير الجودة ووفق الميزانية ووفق المدة المتاحة في كده بصمة خالد. هل أنت هذا الرجل الذي لديه بصمة وعلامة مميزة بين زملائه ورفقائه في العمل حتى ولو لم تكن صاحب منصب قيادي؟ بكده أنت لن تحتاج أن تصارع ولا أن تقاوم بصلاحيات ولا أجل يعني مسؤوليات ولا شيء. شكرا شكرا دكتور. أنا بعرف السؤال مثل ما أنت قلت هو فخ ويحتاج للكثير من التشعب والتفاصيل، ولكن ما شاء الله عليك يعني بسريعا لخصت الإجابة. أتفق مع حضرتك تماما. الأمر مثل ما تفضلت يعني أعتقد يحتاج لجهود لاستثمار على مستوى الشخصي. حضرتك سألت هل أنا عندي هاي القوة، هل أنا عندي هاي الخبرة، هل أنا عندي هاي المهارات، هل أنا عندي هاي البيرسونال براند اللي بتوضح بصمتي في العمل داخل، وحتى السمعة الرقمية اليوم والتواجد الرقمي والبيرسونال براند. إذا ما عندي فأنا لازم أبدأ فيهم واحدة واحدة بالترتيب والتدريج. هذاك الوقت مثل ما تفضل الدكتور ما فيش حيوقف امامك، سواء في نفس المؤسسه او في مؤسسات اخرى، يعني حتى بيصير من مصلحه المؤسسه انها تحافظ عليك لانه حتصير المؤسسات الاخرى تستقطبك، فهذا امر مهم. لا نقول انه سهل، ولكن هذا الطريق هذا بدايته، فاعانك الله وفتح علينا وعليكم. دكتور الزميل سعود عم يقول انه ذكرت نماذج لقادة مثل بيل جيتس وإيلون ماسك وكذا، فهل في نماذج لقادة من عالمنا العربي؟ ذكرنا ولي العهد محمد بن سلمان اعتقد من عالمنا العربي، هل في قادة ايضا من واقع، يعني خلينا نقول ما يعني نحكي يعني غير ولي العهد، يعني خلينا اذا نروح باتجاه قادة مهمين كثيرين، يعني الباشمهندس وزير الاتصالات عبد الله السواح الله يحفظه ويطول بعمره يعني ضرب أروع المثل في تمكين الشباب، تمكين الشركات الناشئة في مجال التقنية. الآن أصبحت المملكة العربية السعودية هي يعني هي محط أنظار كل المستثمرين في مجال القطاع، مش بس الفينتك اللي هو الفاينانشال تكنولوجي، ولا بس الإيديوتك اللي هو يعني التعليم مع التقنية، يعني كل قطاعات التقنية الآن أصبحت مجال الاتصالات، أمن المعلومات، البيانات الضخمة، الروبوتس. الآن طلع روبوت يعني كان مع أحد البرامج يعني بيعمل مقابلة معاه، أو الروبوت سعودي من أيادي سعودية خالصة 100%. فالمملكة الآن يعني فيها قادة شاملون كثر، مثال البشمهندس عبد الله السواحة وغيرهم 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 من الوزراء وأصحاب المعالي من كل القطاعات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. وأنا بحكم احتكاكي بقيادات كثيرة يعني أنا أجد قادة شاملون، أنا شخصيا عملت مع مثل هؤلاء القادة الشاملون وكان لهم الفضل في بناء شخصيتي. يعني أذكر عملت مع الأستاذ ماجد بن راد الراضي في قطاع التعليم، وأيضا مع الأستاذ خالد المهيزع، دي شخصيات سعودية ما أحد يسمع عنهم بشكل عام، ولكنهم فعلا قادة شاملون حقيقيون، أنا نفسي تربيت على يدهم وتعلمت منهم وما زلت أتعلم منهم الكثير والكثير. فلو حنترك يعني المجال إن إحنا نتحدث عن القادة الشاملون في العصر الحالي مش هيكفينا المجال صراحة، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل جدا جميل جدا، الله يجزيك الخير دكتور، ما شاء الله الله يبارك فيك ويجزيك الخير.
زملائنا الاعزاء، شكرا لوجودكم، شكرا لحضوركم معنا، شكرا لتفاعلكم. نذكركم بلقائنا القادم ان شاء الله باذن الله يوم 9/11 بحلقه جديده من برنامج ركن الاتش ار، حنحكي اكثر عن الشركات القائمه على الكفاءات باذن الله. يكونوا معنا دائما برنامج ركن الاتش ار السبت الثاني والرابع من كل شهر ميلادي على تمام الساعة 8 في توقيت السعودية واسطنبول. إن شاء الله كونوا بخير، حياكم الله، نلتقي على خير، مع السلامة. شكرا دكتور، شكرا، مع السلامة.